طيب لسه مكمل مع احلى جروب كونكت بلس 4، وتعال نشوف كبسول 5 البرين المخ. طبعا المخ احنا معتقدين انه هو وان بارت. طب سؤال الشطار، هو البرين ده كم بارت؟ 3 كم بارت؟ 3. حلو. حنين مستغربه ليه يا حنين؟ لان انا عندي الليفت هيموسفير الجزء الشمال او النص الشمال، والرايت هيموسفير، وفي النص حاجه اسمها البرين ستيم، عامله زي فرقه الشعر كده بتاع الشاب معاذ. بص كده الشاب معاذ اهو، تمام كده يا مستر. طيب يبقى هنا عندي الرايت والايه والليفت. هزرنا؟ طيب نتكلم جد بس عشان ده يسلفني شعر واتجوز بيه، تمام. طيب نكمل، الله يهديك، خلاص بس ما تبوظناش الفويس. طيب البرين بقى بيعمل فيرب اسمه كنترول. ركز، انت قلت لي من شويه الهارت بيعمل فيرب اسمه ايه؟ عسل. القلب بيعمل ايه؟ بيضخ. اما هنا البرين بيعمل الفيرب كنترول. كنترول معناها يتحكم. عامل المخ ده عامل زي دركسيون العربيه يا واد يا فهد. دركسيون العربيه يخليها تطلع يمين تطلع شمال، ممكن يخليك تخش في ترعه ونرتاح، تمام، او تخش في عمود لو انت مش مركز، صح كده؟ اوكي. اهو هنا اللي بيعمل الفيرب كنترول هو مين؟ هو البرين. طب فهدي مش مصدق، اقول له يا فهد بيعمل معايا 3 ثينجز. اول حاجه حط نمبر 1 في السطر الثاني، بيتحكم في، او في نمبر 1 في السطر الاولاني، وي موف بيتحكم في الحركه بتاعتنا. يعني ايه؟ يعني لا قدر الله لو المخ فيه اختلال، تلاقي واحد ماشي كده عمال ايه، يا اما يعرج يا اما ايه بيحرك ايديه بالطريقه دي، ربنا ايه يا رب يشفيهم ويعافيهم جميعا، ايديه بتترعش. يبقى هو مين اللي بيحرك الايدي دي؟ العظم. انت قلت لي العضلات، صح؟ فاكر مش قلت لي العظم بيحركوا العضلات؟ طب العضلات دي مين اللي بيحركها؟ اشارات من المخ. اشارات منين؟ من المخ. لو الاشارات دي مش كامله يا فهد، المخ ايه مش مكمل الاشارات، تلاقي الايدين ايه مش ايه مش متظبطه. مركز يا صاحبي؟ طب يبقى معنى كده يا شهاب لو حد لا قدر الله حصل له شلل، يبقى هنا المخ حصل له ايه؟ مشكله. حصل له ايه؟ مشكله. طيب يبقى بيتحكم في الموف. الحاجه الثانيه بيتحكم في الريمبر، في التذكر. تلاقي الواد ياسين ده هو بيفتكر الحاجه بسرعه، لكن تلاقي الواد معاذ ده بيفتكر الحاجه ايه؟ ببطء شويه. ليه؟ ممكن تلاقي ايه المخ عنده محتاج تغذيه شويه، محتاج ياكل مثلا ايه محشي ومكرونه بشاميل وايه وحاجات كده جميله، تمام. طيب ايه كمان بيتحكم في نمبر 3 في التشويزز، في الاختيارات. ازاي؟ يعني الواد فهد ده ماشي في الشارع ده ليه في كلب، اوكي، هو طبعا بيخاف من الكلاب، فبيبدا ياخد قرار المخ كده، يا فهد ارجع، يا فهد ارجع، يا فهد محتاجينك، يا فهد يا فهد، تمام. فهنا فهد ايه عمل عكس ما المخ عمال يقول له، قال لك انا شجاع، راح دخل طلع من غير هدوم، هدومه كلها متعضعضه. يبقى انت كده المخ بتاعك بيعمل كام حاجه يا مستر؟ بيعمل 3 ثينجز. اولا الفيرب كنترول بيتحكم في التلات حاجات دول، ايه هما؟ الموف الحركه بتاعتك، الريمبر ان انت تفتكر او ما تفتكرش، الحاجه الثالثه اللي انت تاخد قرار زي فهد او ترجع في كلامك. حد قاعد مش فاهم؟ يلا بينا ناخد حاجه كمان.